بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله بنتكلم على الوحدة الثانية للصف الأول الإعدادي، برنامج الجيم. الوحدة بتتكلم على برامج معالجة الصور. كلمة معالجة معناها إن أنا أقدر أجيب صورة وأعدل عليها، أغير ألوانها، أغير حجمها، وهكذا. يبقى لو عرفنا برامج معالجة الصور، هي برامج لإنشاء وتعديل الصور. إنشاء أنشئ صورة جديدة، تعديل اللي أنا أعدل وأغير من شكل الصورة. بقسم برامج معالجة الصور إلى نوعين، في برامج مغلقة المصدر زي البرنامج المشهور فوتوشوب، وفي برامج مفتوحة المصدر زي برنامج الجيمب. لو جينا عرفنا برنامج الجيمب، هو برنامج لمعالجة الصور، وهو برنامج مفتوح المصدر وبرنامج مجاني، بستخدمه علشان أعالج الصور وأصدرها بأكتر من امتداد. لو جينا فتحنا برنامج الجيمب، بنلاقي شكله زي ما قدامي كده. أفهم إن برنامج الجيمب له شكلين للواجهة. الشكل الأول نافذة ذات وضع متعدد، اللي اسمها مالتي ويندو مود. يعني ايه متعدد؟ يعني كل شاشة زي ما احنا شايفين كده لوحدها، ادي الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده وهكذا. يبقى أول شكل من أشكال الواجهة نافذة ذات وضع متعدد، مالتي ويندو مود. في وضع تاني اسمه سنجل ويندو مود، يعني نافذة ذات وضع واحد. أنا ازاي بحول نافذة ذات وضع متعدد إلى نافذة ذات وضع واحد؟ بروح على قائمة ويندوز واختار أمر اسمه سنجل ويندو مود. بمجرد ما اختار سنجل ويندو مود، بلاقي فعلا البرنامج بتاعي بقى عبارة عن شاشة واحدة. بعد كده بنتكلم على مكونات واجهة برنامج الجيمب. أول حاجة صندوق الأدوات، التول بوكس. من اسمه صندوق أدوات، يبقى يحتوي على أدوات زي أدوات الرسم، أدوات التحديد، وهكذا. تاني حاجة Tool Option، اللي هو صندوق خيارات الأدوات، وده بيحتوي على خيارات الأداة اللي أنا محددها. مثال لو أنا رحت حددت أداة ريكتانجل، فهو بيجيب خصائص أداة الريكتانجل. لو جبت أداة القلم الرصاص، بيختار بيعرض هنا خصائص أداة القلم الرصاص، وهكذا. في الجزء ده اسمه صندوق الطبقات أو اللير، يحتوي على مجموعة من الطبقات الأخرى. وآخر حاجة صندوق الفرش، براشز والتدرجات اللونية. وآخر مكون معايا في الواجهة حاجة اسمها نوافذ الصور. لو أنا مثلا فتحت أكتر من صورة من خلال فايل أوبن، حدد مثلا صورتين وليكن الصورتين دول، وندوس اوبن، ظهر معايا فوق هنا دي اسمها نوافذ الصور، بتخليني اقدر اتنقل ما بين الصور. مجرد ما اضغط على شكل الصورة بقدر اظهر الصورة هنا. بعد كده بنتكلم على حاجة اسمها أدوات التحديد أو Selection Tools. طالما بنتكلم على أدوات، بنلاقيها موجودة في صندوق الأدوات. يبقى أول مكان موجود في صندوق الأدوات أو أدوات التحكم هو صندوق إيه؟ الأدوات. تاني مكان اللي هو نقيم التولز، نروح على حاجة اسمها Selection Tools. أول أداة معانا من أدوات التحديد أداة اسمها Rectangle، ودي بتحدد على شكل مستطيل. لو جينا ضغطنا كده وسحبنا، يبقى انا بحدد على شكل مستطيل. لو انا عايز الغي التحديد، هروح على قائمة سيلكت واختار امر اسمه نان، او اضغط من الكيبورد شيفت كنترول ايه. تاني شكل معانا او تاني اداة، اداة اليبس، تستخدم للتحديد على شكل بيضاوي. لو انا مثلا عايز احدد حاجة على شكل بيضاوي بالشكل ده كده، اضغط واسحب. عايز اشيل التحديد من قائمة سيلكت ونختار نون. تالت شكل معايا الفري سيلكت،
أو أداة التحديد الحر، بضغط عليها. لو عايز أرسم شكل أهو، بضغط وأرسم حوالين الايه الشكل بطريقة حرة، يبقى أداة الفري سيلكت بستخدمها علشان أرسم بطريقة حرة. وأجي أدوس على النقطة اللي أنا بدأت منها، يبقى أنا كده حددت ايه شكل غير منتظم بطريقة حرة. اقدر اخد الشكل ده بعد كده مثلا من قائمة ايديت، اختار كوبي، خدت منه نسخة، ممكن انقله هنا ايديت وبيست. تمام، عايزين نشيل التحديد من قائمة سيلكت برضو ونختار نون. الاداة التالتة اسمها الفازي، دي بتحدد مساحات لونية متشابهة. لو مثلا عايز احدد اللون الاصفر مثلا، تمام، ممكن ازود هنا المساحة اللونية، او هنا ناخد بالنا هو هنحدد الايه اللون الاصفر كله. لو ضغطت على الازرق هيحدد الازرق كله، ضغطت على الابيض هيحدد الابيض كله. ليه؟ لان الاداة الماجيك واند او الاداة اللي اسمها الفازي بتحدد مساحات لونية متشابهة. لو ضغطنا على الاسود هيحدد الجزء الايه الاسود فقط، يبقى اداة الفازي بتحدد مساحات لونية متشابهة. اخر اداة معانا اداة اسمها المقص الذكي او انتليجنت سيزورز، ودي بتحدد مساحات لون او منطقة مميزة بلون واضح. هنيجي نلغي التحديد الاول ونروح على اداة المقص الذكي او انتليجنت سيزورز. بستخدمها ازاي؟ من خلال الضغط والسحب، بضغط كده حوالين الشكل وهو بيحس بالايه بالشكل من معايا، اضغط وانا ماشي وهو بيحس بالايه بالحدود بتاعة الشكل، اضغط وامشي وانهي برضو عند النقطة اللي انا بدأت بيها. وبعد ما خلص اضغط جوه الشكل، يبقى هو حدد الشكل بالظبط. اقدر اقصه بعد كده من ايدي كات، انا قصيت الشكل واقدر انقله برضو في اي صورة جديدة ايديت بيست. تمام كده، يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على مقدمة في برنامج الجيمب، واتكلمنا على ادوات التحديد. بشكركم لحسن المتابعة، كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.